استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمكتب سموه بقصر الوادي، وزير شؤون البلدية والزراعة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك. وقد حضر اللقاء سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعادة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، وسعادة الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية، وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة. ورحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، واطلع سموه على المشاريع التنموية التي تعتزم الوزارة تنفيذها لدعم المنظومة الرياضية، وذلك في إطار التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتقديم المزيد من الخدمات البلدية والتسهيلات التي تسهم في الارتقاء بالحركة الرياضية. من جانبه أعرب وزير شؤون البلديات والزراعة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على ما يبذله سموه من جهود متميزة ساهمت في تحقيق قفزات نوعية في المجال الرياضي، مؤكدا حرص الوزارة للعمل مع الهيئة العامة للرياضة لتعزيز مسيرة القطاع الرياضي.